بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم. نعود بكم إلى المجلس 29. نحن اليوم بحمد الله تعالى في المجلس 29 من مجالس التعليق على شرح شذوذ الذهب للإمام الجليل بن هشام رحمه الله تعالى وطيب ثراه. انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على المبني ومن تقسيمات الإمام العجيبة في هذا الباب. نعم، انتهينا من الكلام على المبني على قاعدة مضطردة، والمبني على غير قاعدة مضطردة، على شيء غير معين، وأفضنا فيه بما يناسب المقام، وضربنا صفحا عن كثير من الأشياء لعل الله عز وجل ييسر أن نناقشها في كتب أخر. شرح الشذور هو المنطلق للمنتهى إن شاء الله تعالى. نعم أبا محمود، من فضلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: ثم قلت: باب الاسم نكرة، وهو ما يقبل ربه، وأقول: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخرته. طيب، إذن بدأ بهذا الباب، وهو باب النكرة والمعرفة. النحاة مختلفون في مثل هذا، بعضهم يقدم المعرفة، وبعضهم يقدم النكرة. من حيث الأصل، تقديم النكرة هو الصحيح. لما؟ لأن المعرفة طارئة، التعريف طارئ على التنكير، الأصل في الأشياء التنكير ثم يعرض لها التعريف. نعم، كما أن الأصل فينا الجهل ثم يعرض لنا العلم، وتحصل العلم بقدر المعاناة. نعم، فالأصل التنكير ثم يكون التعريف، لكن بعضهم يقدم المعرفة لنكتة، وهي أن المعارف محصورة بالعد، فيقدمها ليسوغ له بعد ذلك أن يقول: وما عداها نكرة، يعني وما عدا هذا الذي حصرته لك فهو نكرة. ثم إن من العلماء من يتعرض لتعريف المعرفة والنكرة، ومنهم من لا يعرفهما أصلا. نعم، والإمام ابن مالك اشتهر عنه القول بأنه قل من تعرض لحد المعرفة والنكرة وسلم له هذا الحد لكثرة الاعتراضات الموردة على الحدود. ولذلك تجد بعضهم يقول: المعارف سبعة وما عداها فنكرة، وما عداها فنكرة. وأكرمني الله سبحانه وتعالى على هذا، سرت في الكتيب الصغير فتح الأبواب. نعم، وإذا قال: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخرته. نعم، هنا قال: وعلامة. عفوا أبا محمد، هنا نشير أيضا هاتان الحاصلتان، هنا لا مكان لهما، هاتان الحاصلتان علامتان اعتراض، وليس عندنا اعتراض. هنا يكثر في كتب تحقيق التراث أن توضع هاتان الشخطتان في غير موضعهما. نعم، يعني توضعان في مثلا تحصلان جارا ومجرورا بحسب التنكير والتعريف. ليس عندنا هنا جملة اعتراضية فنضع هاتين العلامتين، إنما هو للجملة الاعتراضية. ولاحظ الغريب، كان الأولى أن تحذفا من هنا وتوضعا هنا إلى قسمين: نكرة ومعرفة. نكرة ومعرفة ما بينهما اعتراض، فيوضع بين خطي اعتراض، يوضع بين خطي اعتراض، وهو الأصل ولهذا قدمته. نعم نعم بعض الإخوة يسأل، الدرس بدأ، لا إشكال في الرابع. قال: وعلامة النكرة. تمام، أن بعض الإخوة لا يفهم. قال: وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها، نحو رجل وغلام،
تقول رب رجل ورب غلام، وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين، كقوله رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع، وقوله لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. فدخلت رب عليهما ولا تدخل إلا على النكرات، فعلم أن المعنى رب شخص أنضجت قلبه غيظا ورب شيء من الأمور تكرهه النفوس. طيب يا كرام، أنا من فضلكم فقط دقيقة واحدة حتى أرسل الرابط من جديد، وما أدري المشكلة عند الإخوة، يعني الرابط ما علم يعمل، لما لا يعمل عند كثيرين لا أعلم. شيخ أنس، البرنامج بده تحديث، برنامج بده تحديث، أنا كمان قبل شوي ما كان يفتح عندي، بده تحديث البرنامج، لأنه أنا حددته لحتى دخل. برنامج الزوم بده يحتاج برنامج الزوم عفواً أستاذ حسين، يعني تقصد عندي أم عندكم عند كل شخص؟ لا عندهم، هم عند كل عند الذي لا يفتح عنده الرابط. تمام، أنا كتبت الملاحظة لكن تمام أكرمك الله. الآن فتح عندي، فتحنا الجوال، فتح عندي بيوسف. تمام أستاذ. طيب سيدي، نعم، قال يقول علامة النكرة من علاماتها أن تقبل رب. لماذا؟ لأن رب لا تدخل على إلا على النكرات. ما معنى رب؟ رب يا جماعة تفيد التقليل أو التكثير، على خلاف في ذلك، بعضهم أو كثيرون يزعمون أنها للتقليل دائما، وبعضهم يزعم أنها للتكثير دائما. واختار الإمام رحمه الله تعالى في المغني أنها للتكثير كثيرة وللتقليل قليلة، وهي عبارة لطيفة تحفظ، قال هي للتكثير كثيرة وللتقليل قليلة رب. طيب، التقليل والتكثير هذا من خصائص النكرة، ليس من خصائص المعرفة، لا يكون للمعرفة. نعم، ولذلك كان من خصائص النكرة، كان من خصائص النكرة دخول رب عليها. طيب، نحو رجل وغلام، قال وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين، يعني المشهور أن من وما اسمان موصولان وهما من المعارف، قال لكن قد يكونان نكرتين، قد يكونان نكرتين، نحو ربما أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. فرب هنا دخلت على من، إذن المعنى رب شخص أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. وعلى هذا فرب حرف جر شبيه بالزائد كما تعلمون، ومن اسم نكرة موصوفة، هي هنا نكرة موصوفة لأن ما بعدها صفة لها، يعني رب شخص منضج قلبه غيظا متمن لي الموت لم يطع غير مطاع. فمن نكرة موصوفة مجرورة لفظا برب في محل جر لفظا ورفع محلا على أنها مبتدأ. وجملة أنضجت صفة أولى، وجملة قد تمنى لي موتان صفة ثانية، وعلى هذا فما محل جملة لم يطع يا كرام؟ نعم، جيد، زاد العدد. ما محل جملة لم يطع حينئذ؟ خبر، تماما، خبر، خبر للمبتدأ. طيب، لها وجه آخر أيضا، بأن تجعل أنضجت أيضا قلبه صفة لمن؟ صفة وحيدة، وحينئذ ربما أنضجت أيضا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع، يكون قد أخبر بخبرين، أنه تمنى له الموت وأنه لم يطع، أنه قد تمنى لي موتا خبر أول ولم يطع خبر ثان. نعم، المهم هنا أن من نكرة بدليل دخول رب عليها. طيب، ثم قال وقوله لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال، بغير حيلة منك. نعم، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. طبعا تقول فرجة وفرجة، وبعضهم يفرق فيقول الفرجة في الأمر المعنوي والفرجة في الحائط ونحوه. نعم،
على أن بعضهم حكى مثلا فرجة فرجة فيرجة كذلك الكسر، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، والتشبيه هنا في السهولة والسرعة، حل العقال لأن حل العقال الدابة والناقة، لأن الإنسان قد تعود عليه، العربي متعود عليه فهو أمر يسير عليه. قال كذلك ما تكرهه من الأمور قد يحل بيسر كيسر حل العقال. نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم كل كرب وضيق وعن المسلمين. ربما تكره، ربما تكره، فرب حرف جار شبيه بالزائد، وما نكرة موصوفة، نكرة موصوفة أي رب شيء تكرهه. هناك مشكلة في البيت ها هنا، فما هي يا كرام؟ هناك مشكلة في هذا البيت هنا في البيت الثاني، ما هي؟ رسم ما، رسم ما، أحسنت أستاذ، كيف؟ يعني رسمها هكذا يوهم أنها أو يجزم أنها كافة تكون أحسن الله إليك. عن العمل أحسن الله إليك، صحيح. ما هنا ينبغي أن ترسم مفصولة، رب ما، وفي نسختنا هذه في نسخة الأستاذ نسيم رسمت مفصولة على الصواب. نعم. رب شيء تكرهه النفوس من الأمر. أما إذا كانت كافة فإنها توصل برب، ربما، ومثلها إن، عندما تكف بما توصل بها ما، عندما تكون ما اسما موصولا تفصل عن إن. هذا هنا خطأ، خطأ يعني ليس وجها آخر، خطأ. ربما، رب شيء تكرهه النفوس، فما نكرة في محل جر لفظا برب، نعم، ورفع محلا على أنه مبتدأ، وتكرهه النفوس، تكرهه النفوس الجملة صفة لما. وتلاحظون أنني قلت تكرهه، أتيت بالضمير لأن الجملة صفة، جملة تكره النفوس من الأمر صفة، والجملة إذا كانت صفة فلا بد من رابط يربطها بالموصوف، هذا الرابط هو الضمير تكرهه، الهاء محذوفة. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، له فرجة خبر مبتدأ ما، رب شيء تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. نعم. قال فدخلت رب عليهما ولا تدخل إلا على النكرات، فعلم أن المعنى رب شخص أنضجت غيظا قلبه غيظا، طبعا غيظا مفعول لأجله وهذا هو الأحسن في الإعراب. نعم. ورب شيء من الأمور تكرهه، لاحظوا كيف يفسر ويطوي بعض الأمور المهمة المبينة، تكرهه النفوس. طيب. نعم. قال فإن قلت فإنك تقول ربه رجلا، وقال الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا، والضمير معرفة وقد دخلت عليه رب، فبطل القول بأنها لا تدخل إلا على النكرات. قلت لا نسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتية، وهما نكرات. وهما نكرتان. نكرتان. طيب يا كرام، الآن هنا ذكر اعتراضا، أنت قلت رب إذا دخلت على كلمة فهذه الكلمة نكرة، طيب قد دخلت على الضمير، والضمير عندكم أرفع المعارف، أرفع المعارف، فكيف تصنعون؟ وقد قال الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابوا، ربه دخلت رب على الهاء، نعم، فلا نسلم أنه معرفة. وعلى هذا وقع الخلاف يا جماعة في ضمير الغائب فقط، ضمير المتكلم والمخاطب لم يقع فيهما خلاف البتة، هما معرفتان دائما أرفع المعارف. طيب، أما ضمير الغائب ففيه خلاف، فلاحظوا هنا، هنا ضمير الغائب دخلت عليه ربا فينبغي أن يكون نكرة، ذهب الجمهور الجمهور منهم الفارسي إلى أن الضمير هنا معرفة، والبصريون يقولون الضمير ضمير الغائب دائما معرفة، ضمير الغائب أيضا دائما معرفة، فالأمر عندهم على الإطلاق الضمير مطلقا معرفة. طيب
كيف يفسرون دخول رب على الضمير هنا؟ يفسرونه بأنه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، وذلك لندرته، وإنما نقيس على الشائع الكثير، وذلك لندرته. هذا عند البصريين. الزمخشري وابن عصفور هنا اختارا أنه الضمير الذي تدخل عليه ربا أنه نكرة، وعليه سار ابن هشام قلت لا نسلم أن الضمير فيما أردته معرفة، بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتية، وهما نكرتان، وهما نكرتان. وعند الكوفيين عموما في غير مسألة ربة أيضا، عموما الضمير إذا عاد على نكرة فهو نكرة، وإذا عاد على معرفة فهو معرفة. يعني رأيت رجلا فأكرمته، الهاء عند الكوفيين نكرة لأنها عادت على النكرة. في خصوص مسألة ربة اختار الزمخشري كذلك، لا أبدا، لا هنا ليس ضمير شأن يفسر بجملة لا بمفرد، ضمير شأن يفسر بجملة. نعم، هذا من النوع الثاني مما سيفسر، سنذكره بعد قليل إن شاء الله يمر بنا. فإذا الإشكال هنا أن الضمير أن رب دخلت على ضمير، كيف نصنع؟ عند البصريين واختاره الفارسي الضمير معرفة، وقد دخلت رب عليه شذوذا فيحفظ ولا يقاس عليه. الزمخشري وابن عصفور اختارا في خصوص هذه المسألة أن الضمير نكرة لأنه مفسر للنكرة. نعم، وتلاحظون معي يا كرام ربه رجلا أن الهاء هنا عادت على متأخر لم تعد على ما قبلها. نعم، وهذا أحد مواطن سبعة سيذكرها ابن هشام يعود فيها الضمير على متأخر لا متقدم، ويفصل القول فيها ونعلق عليها إن شاء الله تعالى. هنا عاد الضمير على متأخر، ربه رجلا. نعم، وربه فتية، ولاحظوا أيضا ها هنا مسألة، ربه فتية، ولاحظون الضمير فسر بماذا؟ بفتية، والهاء للمفرد وفتية للجمع، فلماذا لم نقل ربهم؟ قال يا جماعة الضمير الذي يجر برب ضمير الغائب الذي يجر بربه يلزم الإفراد والتذكير عند البصريين. عند البصريين تقول ربه رجلا وربه رجلين وربه رجالا. طيب، وأجاز الكوفيون بل حكوا، هذا يعني أنهم سمعوا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. حكى الكوفيون المطابقة، ربه رجلا وربهما رجلين وربهم رجالا وربهن نساء. نعم، كذا حكى الكوفي، وهذا البيت شاهد للبصريين. نعم، وفتية كما تعلمون تمييز، ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجاب. نعم، قال وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة على مذاهب ثلاثة، أحدها أنه نكرة مطلقة، الثاني أنه معرفة مطلقة، الثالث أن النكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته، فإن كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فالضمير نكرة، وإن كانت جائزته كما في قولك جاءني رجل فأكرمته فالضمير معرفة، وإنما كانت النكرة في المثال والبيت واجبة التنكير لأنها تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة. أي على قول البصريين، أي على قول البصريين يا جماعة ربه رجلا ربه فتية، قال هنا الضمير عاد على واجب التنكير. لما هو واجب التنكير؟ قال لأنه تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة. نعم، هذا إنما يستقيم على قول البصريين، الكوفيون يرون أن التمييز قد يكون معرفة. نعم، وعليه خليفون من سفى نفسه إلا من سفى نفسه، يجعلون نفسه تمييزا مع أنها معرفة بالإضافة.
وإنما كانت في قولك جاءني رجل فأكرمته جائزة التنكير لأنها فاعل، والفاعل لا يجب أن يكون نكرة، بل يجوز أن يكون نكرة وأن يكون معرفة، تقول جاءني رجل وجاءني زيد. نعم، وهذا واضح إن شاء الله. نعم. ثم قلت ومعرفة وهي ستة، أحدها المضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وأقول أنواع المعارف ستة، أحدها الضمير ويسمى أحدها المضمر ويسمى الضمير أيضا، ويسميه الكوفيون الكناية والمكني، وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح. طيب، يسميه الكوفيون الكناية والمكني لأنك تكني به عن الاسم الظاهر، لأنك تكني به عن الاسم الظاهر، يسمونه بالمصدر وباسم المفعول، الكناية يسمونه الكناية والمكني. قال وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح. ترون أنني قلت قبل قليل أرفع. نعم، عدلت عن هذا اتباع الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الهمة، ذكر أن قول النحاة أعرف المعارف من المشكلات. لما؟ لأنه أعرف مأخوذة من التعريف، والتعريف مصدر عرف، والمعروف أن الفعل إذا كان على أكثر من ثلاثة أحرف لا نصوغ منه اسم التفضيل مباشرة. يعني أنت تريد أن تفضل تعلم زيد على تعلم عمرو، هل يمكن أن تصوغ اسم تفضيل من تعلم مباشرة؟ لا يمكن. وكذلك لا يمكن أن تصوغ اسم تفضيل مباشرة من عرف، التعريف مصدر عرف. نعم، فإذا هو مشكل، ولذلك عدل عنه الإمام رحمه الله في الهمع إلى أرفع المعارف من رفع الشيء، رفع الشيء، على أن بعضهم قد أجاب جوابا سديدا أن أعرف المعارف، كلمة أعرف هنا ليست مأخوذة من عرف تعريفا، مأخوذة من عرف الشيء، فهو أعرف من غيره. عرف الشيء، عرف على وزن فعل من الباب الخامس، عرف يعرف، فهو أعرف من غيره. نعم، وعلى هذا فتبقى عبارة جمهور النحويين صحيحة لا إشكال فيها. نعم، وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح، على أنهم يعني عندما يفسرون هذا أحيانا يفسرونه في المعنى فيقولون أي لأنه أحسنها تعريفا، أعلاها تعريفا، انظر يفسرونه بالمعنى. وهو عبارة عما دل على متكلم النحو أنا ونحن، أو مخاطب النحو أنت وأنتما، أو غائب النحو هو وهما. طبعا هذه العبارات مثل وهو عبارة عما دل، يعني هذا من المولد، هذا من التراكيب والألفاظ المولدة. الضمير هو نفسه أنا ونحن، يعني هو ليس معبرا به عن أنا ونحن، هذه عبارة مشكل. هو أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما، أنتم أنتن، هو هي هما هم هن، إلى آخره. أما تقول هو عبارة عن كذا ففيه مشكلة، ويكثر هذا في كلام المتأخرين كما يكثر الاستدراك في غير مكانه في كلام المتأخرين، ورأينا هذا سابقا. نعم سيدي، قول نحو أنا ونحن لو قال وذلك في أنا ونحن يعني عدم التعدد؟ لا، لم أفهم أبا محمود، لم أفهم. يعني عندما يقول نحو أنا ونحن قد يفهم أنه يوجد غيرهما من الضمائر المتكلم. وقال هو عبارة عما دل على متكلم وذلك نحو أنا ونحن. نعم نعم صحيح، يعني وذلك أنا ونحن، إذ ليس عندنا للمتكلم إلا أنا ونحن، فأنا للمتكلم مفردا ونحن للمتكلم ومعه غيره. صحيح، أحسنت. وإنما سمي مضمرا من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته. طبعا فيه ما ذكرناه في المسألة قديما، نحن ذكرنا أنه إذا أتيت بإذا تفسر فتفتح ما بعده، إذا سترته وأخفيته. تمام يا كرام،
وإنما سمي مضمراً من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته. نعم. وإذا حكيت بأي، أي سترته وأخفيته. لكن هنا هناك مشكلة، فما هي برأيكم؟ هناك مشكلة على قولي هذا، أيضاً هناك مشكلة. أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته. لا لا أستاذ، لا لا لا، أبعدتم الآن. نحن قلنا إذا حكيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. يعني أنا مثلا أقول أقول أو تقول أضمرت الشيء إذا سترت، لأن إذا ظرف لتقول، تقول إذا سترت وأضمرت، تقول أضمرت الشيء أي سترته. نحن قلنا هذا، لكن يا جماعة نحن قلنا إذا ظرف متعلق بقول، من قولهم، طيب من قولهم إذا سترته كيف يكون المعنى؟ ولذلك كان ينبغي أن يقول الإمام هنا وإنما سمي مضمرا من قولك أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته، من قولك وليس من قولهم. وضحت الصورة يا كرام؟ لأن إذا ظرف لما، وهي بالخطاب موافقة للقول، فكيف والقول هنا للغائب؟ أو كان عليه أن يقول من قولهم أضمرت الشيء إذا ستر وأخفي، هكذا. أما من قولهم إذا سترت، القائل غير المخاطب يقول، فلا يمكنه. وإنما سمي مضمرا من قولهم أضمرت شيء إذا سترته وأخفيته. ومنه قولهم، نعم، ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي. طيب يا كرام، إذن سبب تسمية الضمير أنه من الخفاء، وعلى هذا طيب كيف أطلق الضمير على الظاهر؟ قال إطلاقه على الظاهر مجاز، إطلاقه على الظاهر مجاز، أو حمل ما ليس فيه علة على ما فيه علة. طيب، وهناك قول أحسن من هذا، تعليل لتسمية ضميرا، قال أو من، أو من الضمور وهو الهزال، لأنه في الغالب قليل الحروف، ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة، وهي التاء والكاف والهاء، والهمس هو الصوت الخفي. طيب الآن يا كرام، قال ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة، وهي التاء والكاف والهاء، والهمس هو الصوت الخفي. طيب، قال القول الثاني في تسمية ضمير أنه من الضمور وهو الهزال، هو أحسن. قل فلان ضامر البطن، حصان مضمر أو مضمر، تمام؟ لكن قال لأنه في الغالب قليل الحروف، هناك تعليل أحسن، الضمير اختصار للاسم، وقد يكون اختصارا لأسماء سابقة، أنت تستطيع أن تختصر بضمير واحد 1000 اسم، تعد ما تقول هم كذا، هن كذا، وهكذا. فإذا الضمير من الضمور وهو الهزال، وهو الاختصار، لأنك تختصر به الاسم السابق بدلا من تكرير الاسم تأتي بالضمير، أو أسماء سابقة، أو أسماء سابقة، وهو أحسن من تعليل الإمام رحمه الله لأنه في الغالب قليل الحروف. نعم، وعليه جرى شيخنا حفظه الله تعالى ومد في عمره مع العافية أنه من الاختصار، الضمير من الاختصار، نعم، تختصر به الاسم الظاهر. قال ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة. هنا أيضا مسألة، ما إعراب غالبها؟ ما إعراب غالبها؟ ده الشيء غالب يعني. أين الشيء غالب؟ هو هنا بدل بعض من كل. آه، بدل بعض من كل، أحسن الله إليك، ولا تجعلها مبتدأ ثانيا. إذا ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة، خبر للمبتدأ. نعم، ثم تلك الحروف الموضوعة له مهموسة غالبها. نعم،
فهو بدل بعض من كل، ولا تجعله مبتدأ، لأنه حينئذ سيتأسس كلام جديد وسيكون إشكال بالتأنيث، غالبها مهموس وليس غالبها مهموسة. نعم. وطبعا ستدخل في تقديرات، تقول غالبها مهموسة إنما أنث الخبر لأن غالب مضاف إلى ضمير مؤنث واكتسبت منه التأنيث. نعم، أنت في غنى عن هذا. غالبها بدل بعض من كل من الحروف أو من اسم الإشارة، من اسم الإشارة، ومهموسة خبر للمبتدأ تلك. نعم. فإن قلت، قال فإن قلت يرد على الحد الذي ذكرته للمضمر الكاف من ذلك، فإنها دالة على المخاطب وليست ضميرا باتفاق البصريين، وإنما هي حرف لا محل له من الإعراب. قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب، وإنما هي دالة على الخطاب، فهي حرف دال على معنى ولا دلالة له على الذات، على الذات البتة. وكذلك أيضا الياء في إيايا والكاف في إياك والهاء في إياه ليست مضمرات، وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغيبة، والدال على المتكلم والمخاطب والغائب إنما هو إيا. ولكنه لما وضع مشتركا بينها وأرادوا بيان من عنوا به احتاج إلى قرينة تتصل به تبين المعنى المراد منه. إذا لا تعترض عليه بنحو الكاف، تقول دلت على المخاطب فلما لا تجعلها ضمير؟ قال لا، هي دلت على الخطاب، ولذلك نقول في الإعراب حرف خطاب، حرف خطاب. نعم. طيب، ثم قال أيضا وكذلك ما يلحق بالضمير إيا، ضمير النصب، هو حرف للغائب، حرف، حرف للغيبة، حرف للخطاب، وهكذا. على أنه قد يقع التسمح في مثل هذا، يقال حرف للغائب، حرف للمخاطب. نعم، وهو نوع من التسمح في التعبير. دقيق، تقول حرف خطاب، فهو لم يدل على الذات فنجعله ضميرا، لم يدل على الذات فنجعله ضميرا، هو حرف معنى، هو حرف معنى. قال وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغيبة، والدال على المتكلم والمخاطب والغائب إنما هو إيا، ولكنه لما وضع مشتركا بينها، بين ماذا؟ ها هذه تعود على ماذا؟ ها تعود على ماذا يا كرام؟ المتكلم والمخاطب والغائب، يعني على الذوات. ها تعود على الذوات، مشتركة بين ذوات، ذوات المتكلم والغائب والمخاطب، أرادوا بيان من عنوا به، وأرادوا بيان من عنوا به احتاج إلى قرينة تتصل به تبين المعنى المراد منه. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وأكرمكم، نلتقي إن شاء الله تعالى غدا في المجلس القادم. أنبه هنا أيضا على مسألتين أكرمكم الله. أخي الأستاذ محمود البارحة أرسل لي فائدة عزيزة، هو في حرف المفاجأة، في حرف المفاجأة سمع من أستاذنا حفظه الله في شرح المغني، في الشرح الأخير له على المغني، أنك تقول في إعراب حرف المفاجأة حرف زائد للمفاجأة، حرف زائد للمفاجأة والتوكيد، يعني في الإعراب تزيد قولك وحرف زائد. نعم، أنا قلت أنه معناه إعرابه هو حرف مفاجأة، هذا إعرابه ومعناه. نعم، يزيد أستاذ أنه فبينما العسر إذ دارت مياسير، يعني فبينما العسر دارت مياسير، وإنما زيدت إذ للتوكيد والمفاجأة، وهو قول حسن وهو تدقيق من أستاذنا لطيف. وأيضا أرسل لي رسالة أخي الشيخ فائز، نعم لم يذكره في كتبه، نعم هذا من جديد أقوالي، صحيح، فأنا أسنده عنك إلى الشيخ. نعم، أخي شفاز أيضا أرسل لي عندما قلت في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أنا قلت إذ حرف اعتراض وأخذتها عن الشيخ حفظه الله، لن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون إذ ظلمتم، إذ حرف اعتراض وظلمتم معترض بين لن ينفعكم وبين الفاعل أنكم في العذاب. أرسل لي صورة من المفصل
من المفصل لشيخنا وهو حاشية جليلة على تفسير الجلالين أنه قال حرف استئناف، قلت له نعم صحيح صحيح. كما تطور الإمام عند كما تطور القول عند الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، فذكر أولا هنا في الشذور ذكر أن إذ هذه ظرف، ثم في المغني عدل عن ذلك وقال هي حرف للتعليل، كذلك تطور القول عند الشيخ وذكر في المفصل أنها حرف استئناف، ثم عدل عن هذا القول في مجالس إعراب القرآن وسمعتها أكثر من مرة منه، هو يقول إذ حرف اعتراض هنا معترضة وليست حرف استئناف. نعم، والشيخ أفضل في أي آية؟ نعم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ذكرت شيئا طريفا للشفائز. مرة كنا في مجلس إعراب القرآن الكريم وكان يعرب في سورة آل عمران في صفحة 70 فيما أذكر، لكن حتى أرى الآية. نعم نعم، وليمحص في قوله وليمحص وليمحص الله الذين آمنوا. نعم 72 سيدي. لا 70 سيدي، عندي 70 في صفحة 70. ثم أنزل عليكم من بعد الغم. قال أين؟ فقال قال الشيخ خطر لي وجه جديد، وفعلا حار فيها المعربون وليمحص، الواو حرف عطف ليمحص على ما على من عطف الجر والمجرور. قال خطر لي وجه في صلاة الظهر اليوم جديد، كنت أصلي وأقرأ هذه الآيات التي سنعربها اليوم في الصلاة، فخطر لي وجه جديد لم يخطر لي من قبل، وكنت دونت خلافه في المفصل، فاتصلت بالدار ورجوتهم أن يرجعوا لي الكتاب لأدون الرأي الجديد، وقلت لهم رجاء آخر مرة ولا أسترجعه منكم بعد. نعم، وكان قد راجع المفصل 8 مرات بعد كتابته، وكتبه في ربع قرن وهو في 10,000 صفحة من القطع العادي، 2800 صفحة أو 300 صفحة من القطع الكبير. نعم، فقال وليمحص خطر له وجه جديد في ذلك. العالم دائماً الذي يتابع